السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في خدمة دروس، ودرسنا لهذا اليوم موقع وطني، هل أنتم مستعدون؟ إذن هيا نبدأ. أولاً، من يخبرنا يا أصدقائي أين يقع وطننا الحبيب؟ أحسنتم، يقع وطننا الغالي المملكة العربية السعودية في الجنوب الغربي من قارة آسيا. أحسنتم، يا ترى ما هي مميزات موقع وطننا؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، يعد مهبط ماذا؟ أحسنتم، يعد مهبط الرسالة المحمدية ويضم أهم المقدسات الإسلامية في العالم أيضاً. جيد، يتوسط قارات العالم آسيا وأفريقيا وأوروبا مما ساعد على سهولة الاتصال بدول هذه القارات أيضاً يا أصدقائي. أحسنتم، يشرف على بحار مهمة مما زاد من أهميته اقتصادياً وسياسياً أيضاً. ممتاز، يختزن كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي اللذان يمثلان أهم مصادر الطاقة في عالم اليوم. والآن يا أصدقائي، ما هي حدود وطننا؟ هل نعرفها؟ أحسنتم، بالفعل، شمالاً الكويت والعراق والأردن، شرقاً الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والخليج العربي، جنوباً عمان واليمن، غرباً البحر الأحمر. أحسنتم، مبارك الله فيكم. إذن تعلمنا اليوم موقع وطني، مميزات موقع وطني، وحدود وطني. أتمنى لكم الاستمتاع والاستفادة، ومع السلامة.